خلق فسوى. السلام علیکم ویورس، اس وجعل وقت ہم لنا مسجد نبی میرے جنہ کے سامنے بیٹھے ہیں المروى اور مسجد نبی میں جمعہ کا خطبہ شروع ہو چکا ہے. وللمسلمين جنات المروى وللقاسطين جهنم وبئس المثوى. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له فارق الحب والنوى. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما ضل وما هوى وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أهل الفضل والتقوى. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله فاستمسكوا به، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله فتأسوا به، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وحاسبوا أنفسكم اليوم قبل أن تحاسبوا غدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم اعلموا أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان واختبار، والآخرة هي دار الجزاء والحساب والقرار. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، اتقوا الله في حقوق الناس، فإن التفريط فيها من أعظم المصائب. اتقوا الله في حقوق الناس، فإن التفريط فيها أثقال وتبعات وهموم وحسرات. اتقوا الله في حقوق الناس، فإنها حمل ثقيل وخطب جليل وحساب طويل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يطاب عليه، أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله تعالى الناس عراة غرلا بهما، ثم يناديهم نداء يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وعنده مظلمة حتى أقصه منه حتى اللقمة. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. أخرجه الحاكم. أيها الناس، ألد الخصوم يوم القيامة أعظم الناس حقا، فيا ليت شعري: كيف حال من كان خصمه بين يدي الله، من أقرب الناس إليه وأولى الناس به، يوم يفر المرء من أخيه وأمه
وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالله الله في حقوق الناس، الله الله في حقوق الغرباء الذين قد لا تجد فرصة للقائهم، وحقهم مرهون بعفوهم ورد مظالمهم. الله الله في حقوق الأهل والأقرباء الذين أوصى الله بهم، الله الله في حقوق الوالدين والأبناء، الله الله في حقوق الزوجين. عباد الله، إن الله تعالى قد جعل أساس العلاقة الزوجية الرفق والمودة والرحمة، فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، وأمر بحسن العشرة وتقدير العلاقة الزوجية، فقال: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال: ولا تنسوا الفضل بينكم. وقد شرع الله الأحكام والحقوق الزوجية، فجعل لكل من الطرفين أحكاما وحقوقا وواجبات، ورتب عليها الجزاء والحساب، وحتم أمرها بالثواب والعقاب. وليست هذه الحقوق مجرد أخلاق ذوقية وآداب اجتماعية وأحكام قانونية، بل هي أحكام ربانية وآيات قرآنية وسنة نبوية يتعبد الله بالالتزام بها كما يعصى بمخالفتها، وهي ميدان اختبار وامتحان. فاتقوا الله واستحضروا مراقبته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته وحق زوجه، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها وحق زوجها. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه، وكتب لكل حي رزقه، وشرع لكل امرئ حقه، وقال: وآت ذا القربى حقه. والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي جاء بالصدق وصدقه، بعثه الله متمما لمكارم الأخلاق فحسن خلقه وخلقه، وعلى آله المقربين وأصحابه المتقين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، إن من أعظم الحقوق الزوجية المعاشرة بالمعروف والرفق والرحمة وحسن الخلق، فيجب على كل من الزوجين أن يعامل الآخر بالمعروف. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال: وجعل بينكم مودة ورحمة. وإن من أسس مظاهر حسن العشرة الزوجية أن يعف كل واحد من الزوجين الآخر عن الحرام، وأن يكون عونا له على الطاعة. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن مظاهر حسن العشرة بين الزوجين التقدير والاحترام ومراعاة المشاعر وجبر الخواطر. ومن لوازم حسن العشرة الكف عن الأذى وسوء الخلق بالقول أو الفعل، فليس ذلك من المعروف الذي أمر الله به كلا الزوجين. واعلموا عباد الله أن من أعظم الحقوق الزوجية حفظ الأسرار، فالأسرار أمانة وإفشاؤها غدر وخيانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له. والأسرار الزوجية أشد خصوصية عن أي أسرار أخرى، فيجب صيانتها وحفظها وعدم
المصيبة والخطب إن كان ذلك على الملأ عبر وسائل التواصل. فاتقوا الله في أماناتكم واحفظوا الأسرار ولا تكونوا من الأشرار. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه. أخرجه مسلم. ومن الحقوق الزوجية عباد الله حق الميراث بين الزوجين، فإن الله تعالى تولى أمره وقسمته وقدر لكل من الزوجين نصيبا مفروضا، فلا يجوز منع المرأة من حق الميراث الذي فرضه الله تعالى وبصى به، سواء كان عقارا أو مالا. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. أيها الناس، وقد خص الله كل واحد من الزوجين بحقوق على الآخر، فمن حقوق الزوج على زوجته طاعته في حاجته وصيانة عرضه وعدم الخروج بغير إذنه. ومن حقوق المرأة على زوجها المهر والنفقة والسكن والكسوة والعدل. فعن سليمان بن عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. أخرجه الترمذي. وبعد، أيها الناس، فاتقوا الله وأدوا الحقوق إلى أهلها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. فحاسبوا أنفسكم عباد الله قبل أن تحاسبوا، وأبرئوا ذممكم قبل الموت، وتحللوا من أصحاب الحقوق، وردوا المظالم إلى أهلها، وآتوا كل ذي حق حقه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. اللهم وفقنا للعدل والتقوى، واجعلنا من البررة المقسطين، وأعذنا من الظلم والجور والحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما